بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله نبدأ مع بعض revision ل grade 6 ل unit number 2. إحنا كنا بدأنا مع بعض revision قبل كده ل unit number 1، وقلنا في revision دي مجموعة من الأسئلة اللي جت في امتحانات قبل كده، وكانت شاملة أسئلة لكتاب المدرسة وهكذا. النهاردة هنكمل مع بعض revision لـ unit number 2، وفي الـ revision دي هنتكلم برضو عن أسئلة مهمة، give reason we choose we scientific term وهكذا. طبعا الملزمة دي بتكون متجاوبة في الآخر، فلو وقف قدامك سؤال ممكن ترجع تشوفه. تعالوا نبدأ بأول سؤال، وهو بيقولك الـ right scientific sorry choose the right answer، اختار الايه الاجابة الصح. اول سؤال بيقول لي the electric shock may causes ايه. الالكتريك شوك ممكن يسبب ايه؟ احنا عارفين يعني ايه electric shock. الالكتريك شوك ده عبارة عن ان الانسان يتعرض لصدمة كهربائية. يعني انا مثلا في سلك كهرباء مثلا، فانا لمسته فحصل لي صدمة. الصدمة دي بسميها electric shock. طيب هو بيسألني بقى ال electric shock دي may causes ايه؟ may causes fire ولا may causes electric overload ولا may causes electric burn ولا no correct answer. طبعا لا، الإجابة الصح هي electric burn. يعني أنا لما بتعرض لي الكهرباء بتوصل ايديا او بتوصل البادي تيشو، انا ايديا بتتحرق، ايديا بيحصل لها زي لسعه كده، هي دي الالكتريك بيرن. Tungsten is preferred to use in electric lamp because احنا ليه بنستخدم في اللمبه؟ عارفين طبعا الفيلمنت اللي هو مثلا ايه، ادي البيز اوف لايت بالب، دي الايه البيز، وهنا كده بيكون طالع سلكين، والسلكين دول اللي هما الكوبر اند ريد واير، وفي هنا في النص كده اللي هو الفيلمنت، وحوالين ده كله الايه اللمبه، صح ولا لا؟ طيب ده اسمه ايه بقى اللي هو ده اسمه فيلمنت، مصنوع من ماده ايه؟ مصنوع من ماده التنجستن. ماشي، وليه معمول من التنجستن؟ انتوا عارفين ان هو بيحصل له هيتنج، ان هو بيسخن، وبالتالي ممكن يسيح، ممكن يحصل له ميلت، فبيكوز ات هاز هاي ميلتنج بوينت. انا عارف طبعا السؤال ده سهل والناس كتير عارفاه، بس معلش احنا بنحاول نفكر بعض باهم النقط. Tungsten is preferred to use in electric lamp because it has high melting point. تعال نشوف سؤال تاني. السؤال طبعا الاجابات تحت اهو، نمبر 2 هيبقى B. السؤال نمبر 3 بيقول لي the glass bulb in lamp، اللي هو الازاز اللي جوه اللام، كونتين ايه جاز؟ طبعا كونتين ارجون جاز. طب هو ليه الارجون؟ تو بروتكت فيلمنت فروم بيرنينج. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هما حطوا جوه اللمبه، انتوا فاكرين اللي هو الايه اللام دي، بحاطين كده في الازاز ده، طبعا هنا ده دي البيزو كده، في النص هنا حاطين جاز اسمه ارجون. ليه حاطين ارجون مش حاطين اكسجين مثلا؟ ما هو اصل الاكسجين ده بيخلي الفيلمنت يتحرق، ما هو الاكسجين ده بيحب البيرنينج، بيحب الحريقه، فهيخلي الايه اللمبه بروز. انما الارجون اسمه انرت جاز، الارجون ده يعني ما بيحبش ان هو او ما بيساعدش على البيرنينج، وبيساعد الفيلمنت اكتر ان هو عمره يكون طويل، بحيث ان هو ما يتحرقش، او بيحافظ على ان هو ما يتحرقش. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي نمبر 4 the filament of electric lamp is made of، الفيلمنت ده مصنوع من مادة ايه؟ تنجستن. لسه حلنا. All the following are bad conductor of electricity except، كل دول bad ما عدا مين؟ ما عدا الكبر. الكبر ده good conductor of ايه؟ of electricity. number 5 ايه؟ تمام. السؤال اللي بعد كده number 6 بيقول لي، احنا شغالين كل ده في اللي choose right answer،
from electric insulator substance، من الالكتريك انزيوليتر سابستنس، من الحاجات يعني اللي ما بتوصلش الالكتريستي. احنا عارفين ان في حاجات جود كوندكتور وفي حاجات باد كوندكتور. الالكتريك انزيوليتر يعني باد كوندكتور. مين في دول باد كوندكتور؟ طبعا الرابر. which of the following gases is found in fluorescent lamp؟ انتوا عارفين fluorescent lamp دي اللمبه اللي هي الايه اللي بتبقى طويله كده، اللي هي فيها تيوب، اللي فيها جلاس تيوب. اللمبه اللي هي شكلها عامل كده، صح؟ دي الفلورسنت ايه لامب. طيب بيقول لي هنا في الفلورسنت لامب دي في جاز موجود جوه الفلورسنت لامب but not in the light bulb. في حاجه موجوده في الفلورسنت لامب مش موجوده في اللايت بالب، قصده باللايت بالب اللي هي اللمبه العاديه دي. في حاجه موجوده في دي مش موجودة في دي. طبعا احنا عارفين ان الفلورسنت لام فيها تلات، فيها 3 جازز. فيها رقم واحد الارجون جاز، وفيها الميركوري فيبر، وفيها الايه طبعا فيها الفوسفوريك ماتيريال. ده مش جاز، يبقى هي فيها ميركوري فيبر وفيها ارجون والفوسفوريك ماتيريال دي لوحدها اللي هي ايه بتغطي السيرفس من جوه، اللي هي المادة اللي لونها ابيض عشان تخلي النور لونه ابيض يعني. فاجابه السؤال ده طبعا الارجون ما تنفعش لان الارجون موجود في الاثنين، يبقى الاجابه ميركوري ايه ميركوري فيبر. الميركوري فيبر ده موجود في الفلورسنت لامب بس. on connecting لما نوصل the light bulb in parallel، لما نوصلهم parallel with many light bulbs بلمبات كتير، هل اللايت انتنسيتي هتزيد او هتقل؟ طبعا لا، دي بتفضل ثابته، ريمين ايه ريمين كونستانت. يعني ايه ريمين كونستانت؟ احنا في البيت بتاعنا بنوصل اللمبات بارل. بارل دي يعني مش في برانش واحد، في كذا ايه في كذا برانش، ماشي؟ وعلى اساس يعني هنا كده في لمبه، هنا في لمبه، هنا في كله متوصل ايه بحيث ان لو واحده باظت الباقي يفضل شغال. برضو لو زودت اللمبات او اللامبس يعني ما يفرقش في الانتنستي، في القوه. كلمه انتنستي يعني القوه. طبعا ريمين ايه ريمين كونستانت، يفضل الاضاءة ثابتة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي electric wires must be covered with electric wires، الكهرباء او اسلاك الكهرباء المفروض تبقى متغطية بايه؟ طبعا ببلاستيك، علشان البلاستيك ده bad conductor of electricity او electric insulator، ماشي؟ طيب نكمل السؤال اللي بعده. electric wire made of طبعا copper. electric wire نفسه بقى، يعني هنا بيسألني عن covered، لا هنا بيسألني عن electric wire نفسه بيتعمل من الايه من الكوبر. واخر سؤال فيه اللي تشوز هو سؤال بيقول لي ايه is used to prevent air from reaching filament، ايه اللي بيمنع الهواء ان هو يروح للفيلمنت ويحرقه؟ طبعا الازاز، صح ولا لا؟ ما هو الازاز ده احنا عملناه ليه؟ احنا عملنا الازاز ده علشان نمنع الهواء ان هو يدخل جوه الايه جوه اللمبه، يبقى جلاس بالب. يبقى الاجابه جلاس بالب. طيب تعال نروح لنوعيه تانية من الاسئله، وهي اسئله الساينتفك تيرم. تعالوا نفكر مع بعض في 7 questions. طبعا الاسئله دي هي اسئله مهمة جدا، جت في امتحانات قبل كده وجت في الاكسرسايز المهمة، وفي اخر السنة ان شاء الله انا هعمل لكم برضو فاينل ريفيجن رهيبة بإذن الله. تعالي على اول سؤال. اول سؤال بيقول لي coiled thin wire made of tungsten in the light bulb. طبعا كلمة كويلد يعني عاملة ازاي؟ كلمة كويلد دي اللي هو ملفوف، قصده على حاجة عاملة كده يعني، ماشي؟ وثين واير يعني رفيع موجود جوه البلب، طبعا ده قصده على الفيلمنت، صح ولا لأ؟ قصده على الايه الفيلمنت. لو رحنا شفنا الإجابة نمبر 1 هتلاقيه بيقول لك ايه ان هو قصده على فيلمنت، يبقى كويلد ثين واير ميد اوف تنجستن، طبعا ده الايه ده الفيلمنت. السؤال الثاني بيقول لي a tool used، هي جهاز يستخدم to convert electric energy into light energy، اللي بيستخدم عشان يحول الالكتريك انرجي للايت انرجي، طبعا اللامب ده الجهاز اللي بيحول اللايت لي الالكتريك لي لايت.
طيب السؤال اللي بعده بيقول لي one danger أو one of the dangers of electricity، واحد من مخاطر الكهرباء، is causing the damage of tissue body، اللي بيخلي النسيج بتاع الجسم يبوظ، ده ايه؟ ده الالكتريك ايه؟ الالكتريك بيرن. طيب نمبر 4 يقول لي it's closed and the continuous path، عبارة عن طريق مقفول للايه؟ الكهرباء او الالكتريك كارنت. طبعا ده قصده هنا الالكتريك سيركت، لان الالكتريك سيركت دي ده ديفينيشن مهم جدا. نمبر 5 scientist who invented the light bulb، مين اللي اخترع اللمبة؟ مين اللي اخترع اللمبة؟ طبعا توماس الفا اديسون، وممكن نختصرها نكتب اديسون على طول على فكرة، يعني توماس الفا اديسون، او ممكن تكتب اديسون بس زي ما انا كاتب كده، الاثنين صح. السؤال نمبر 6 بيقول لي falling a person، لما شخص بيقع from ladder، ladder اللي هو السلم يعني، as a result of electric shock، لما انسان يقع، ده دايركت انجري يعني ولا indirect injury؟ احنا عارفين ان في حاجه اسمها انجرز اللي هي الاصابات، والكهرباء دي بتعمل اصابات، في اصابات مباشره زي الالكتريك فاير، زي الالكتريك بيرن، زي الالكتريك شوك، وفي indirect زي ان الانسان مثلا هو بيصلح الكهرباء يقع، فدي اسمها indirect ايه؟ indirect injury. السؤال الاخير في الساينتفك بيكلمني بيقول لي fires الحريقه that occurs as result of increasing the temperature of electric machines، ان الحريقه اللي بتظهر نتيجه زياده درجه حراره الماشين اسمها electric ايه؟ electric fire. هنقف لحد هنا في البارت ده، وهنكمل مع بعض في البارت اللي جاي، اسئله الكوريكت واسئله الكومبليت. بتمنى ان انتوا تتابعوا معايا الفيديو اللي جاي، مهم جدا. ولينك الملزمه دي هتلاقوه في اول كومنت تحت في الفيديو، او لو حابب تلاقيها على الواتساب ابعت لي على اي رقم من الرقمين دول، وان شاء الله ابعتها لكم. نتقابل ان شاء الله في البارت اللي جاي. بتمنى لكم كل التوفيق. كنت معكم مستر احمد الباشا، باي باي.